امتحان الفيزياء امتحان كان وحش وما كانش امتحان سهل، والامتحان ما فيش ولا سؤال جاي مباشر اصلا. مدرسين الماده ذات نفسهم دخلوا يشوفوا الاسئله ما عرفوش يحلوا الاسئله، وقاعدين يقولوا لنا اهبدوا واللي انتم مش عارفين يحلوه. انا مش عارف احل الاسئله، هم اصلا مدرسين ذات نفسهم مش عارفين يحلوه، واللجنه كل شويه موترينا ويلا، وبيقولوا لنا من الساعه 10 ونص يلا ظللوا في البابل شيت وعمالين يلخفنوا فينا واحنا مش عارفين نحل اصلا. والبنات عندنا في اللجنه سرقت كتير وعمالين مدخلين اخصائيين اجتماعيين، وكانت مشكله، كانت اخر مشكله في امتحان الفيزياء. الامتحان سهل وكله زي الفل، اللي بتاع الوقت بس مش مكفي، محتاجين وقت زياده بس. تجيش الايفون؟ الامتحان بصراحه كان متوسط يعني، ولا هو صعب قوي ولا هو يعني حلو قوي، واللي جنب بصراحه كانت حلوه تمام. وبصراحه المراقبين يعني زي العسل وكله تمام التمام. احنا بس بنناشد الناس اللي هم بيراقبوا على العيال يكونوا رحمين بيهم، الجو حر، النور بيطفي، راعوا برضه النور بيطفي بتاع 3 ساعات في اليوم، العيال ما بيعرفوش يذاكروا برضه مش مركزين. فبالله عليكم رحمة بولادنا عشان خاطر ربنا يا جماعة الخير العيال مطحونين. انت بقى يا مراقب خليك حنين على العيل، مش يلا بيقول لك بعد ما يخلصوا ساعتين يقول لك يلا هنلم الورق، بيعصبوا العيال ما بيعرفوش يحلوا، العيال بيتوتروا، فده غلط يا جماعه. احنا خلي العيل اخر 5 دقايق يحل براحته وقول له احنا عايزين نلم الورق. والله الاجواء كلها نتمنى ان الامتحانات تكون سهله على الطلبه وعلى الاولياء الامور، لان اولياء الامور بيتحملوا مشقه اكتر من الطالب. ونتمنى من الناس المراقبين والناس المنظمين ان هم يساعدوا الطلبه على الحل وعلى الاجابه ويوفر لهم الاجواء الكويسه. ده اللي نتمناه من المراقبين ورئيس اللجان ورئيس الطرقه تمام، ونتمنى لجميعهم كلهم التوفيق والنجاح.